السلام عليكم الزول فلاوان، مرحبا بكم في قناه كويزين ويزا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير بصحه جيده. في الفيديو تاع اليوم ندير لكم الرجلين تاع البقري باللوبيا. هامليك هامليك، غسلتهم مليح، غسلتهم درت لهم، خليتهم في الماء والخلط، الخلط الابيض الابيض، خليتهم وغسلتهم مليح، حكيتهم. فوالا، دير غير شويه تاع الزيت ما نكترش. هنايا حط ما بيض، هاو البصل، نخلي البصل مع الرجلين تاع البقريان. ها انا مع الشتا ملاح هاد المواكل جاعيتين. نخليهم شويه برك، يعني ما يتقلاوش مليح، باش ندير لهم ثوم وندير كاع لي زانغريديون الاخرين. عندي هنايا زروديه، حبيبات زروديه، وانتم كيما تحبوا تقطعوهم هكذايا اون رونديل. عندي زوج وريقات رند، زوج نقص وحده. عندي الثوم، سنينه تاع الثوم راني قطعتهم هكذايا كيما دايما نقولكم. عندي حبيبه تاع طوماطيش سكرتشتها، وشويه تاع طوماطيش الصغار. باش نهار نديرهم لكم دي نوت فاسون ان شاء الله. سينو انا هادو نطيبهم في لاشيميني، نطيبهم في النار، يقعدوا توتي نوي وهما يطيبوا. دوك نقلي مليح هادو، هاد لي زانغريديون، ومن بعد باش ما نطولش معاكم ندير الثوم، نزيد زروديه ونحط الطوماطيش. هالا يقلاو كاع كيف كيف. هادو نديرهم مع الطوماطيش، الوريقة تاع الرند. تتقلى كاع الخضرة، لي زيبيس. عندي شوية تاع الكمون، شوية تاع الكمون دو بريفيرونس ديرو الافان. عندي سكنجبير، عندي فلفل كحل، وعندي الملح. فوالا، دوك نقلي هادو يتقلاو كاع، ومن بعد عندي هنايا الماء، بعد نكمل معاكم. هنايا لوبيا هاي ليك، كنت شمختها في الليل، شمختها في الليل، غسلتها مليح ودرتها في الماء بارد. كنت نحي لها هاد الروة قاعتين، لازم تنحوها لها. فوالا هادي اللي ضر، نحو لها كاع هاد الرغوه، هاد لاموس. فوالا، تاني كي يطلع لها تاني زيدو نحو لها حتى ويتنحالها ديك لاموس، وتبقى لها ويبقى يعني ويبقى الماء صافي. فوالا انا كنت نحيت لها. عندي هنايا حبيبه تاع بصل، عندي سنينات تاع الثوم نرميهم لها، وعندي ان بوكي غاني. فوالا ربطه تاع الحشاوش تاع الاعشاب. عندي هنا حبيبه تاع زروديه، معدنوس لي بيرسيل، وعندي الكرافس سيلغي، وعندي زعتره، العرش تاع زريت، زوج عرش تاع زعتره درتهم لها هكذايا. شدي ربطتهم هكذايا بخيط، خيط تاع لا كويزين، ربطتهم. دوك نرميهم مغسولين بيان سور. فوالا، ونخلي الوسمه تاعي طيب، ونخلي اللوبيا تاعي طيب طيب بعقلها. فوالا، كي تبدا كي راهي تتغلى هكذا نقص من النار، نخليها طيب بالعقل. اللوبيا لازم طيب بالعقل، افيدو حتى وين طيب قرب يعني نص طياب. كي طيب نص طياب نديرها داخل لاصوص، نديرها داخل مع لاصوص اللوبيا. انا ما ندفقش هذا الماء تاع اللوبيا، نديرو نسقي به، نديرو لاصوص، نزيدو للرجلين يطيب مع هذوك الرجلين، باش هكذا ما نفقدش كاع الفوائد تاع هاد اللوبيا. فوالا، دوك نخليها طيب، ومن بعد نعاود نولي لكم باش ندير هاد الماء داخل وهاد اللوبيا داخل هاد لاصوص. هاي ليك اللوبيا ديالي بالرجلين تاع البقري وجدت معايا. فوالا، بعد اللي طيبتها، طيبت اللوبيا قلت لكم طيبتها وحدها، طيبتها في الماء ودرت لها داك لو بوكي اللي قلت لكم عليه وكاع، طابت نص طياب.
كي طابت نص طياب ريكوبيريت هذاك الماء، صفيتها وريكوبيريت هذاك الماء، زدتو للرجلين هادو تاع البقري، الرجل تاع البقري درت له لاصوص، درت له الماء ايفيدامون، حتى طابو كي طابو بيان، حتى وين طابو درت لهم اللوبيا. لازم حتى يطيبوا باسكو طون كي يطيبوا هادو يخرجوا ما شاء الله. كي درت لهم هذيك اللوبيا كملت لهم الطياب، فوالا بهذيك لاصوص مر، يعني ما دفقتش هذاك الماء تاع اللوبيا وما دفقتش الماء تاع الرجلين هادو تاع البقري. فوالا انا رحت لي ليتاب تاع يعني تاع وين طيبت اللوبيا، وين طابت اللوبيا وفرغت هذاك وصفيت هذاك الماء وفرغت ودزت لاصوص، رحت لي الدو يعني الوغ رحت لي هذيك ليتاب. سينو نتوما كي طيب اللوبيا قلت لكم كي قريب طيب نص طياب يعني 3 كا يبقى لها 3 كا هادو يطيبوا مليح، تما زيدوا اللوبيا تاعكم فوالا وتكمل طياب معاها. هاي ليك زدت لها زوج حبيبات حار، هاي اللي كيفاش خرجت، خرجت عاقدة ما شاء الله، مثلها شوية تاع المعدنوس من الفوق. هم ليك الرجلين تاع البقري طابو، طابو ولا غير زبدة، طابو ما شاء الله. فوالا نبردو لي شوية انا نحيتهم. هم ليك لازم يطيبو مليح مليح. هاد الخطار درتهم لكم هكذا كاش نهار ان شاء الله ندير لكم طريقه اخرى، استاذ ندير لكم نديرهم لكم طريقه واحده اخرى. فوالا نرافقوها بالمطلوع ولا بالكسره ولا ان شاء الله يا ربي تعجب لكم الطريقه ولا غير تشهي وبنينه كما راكم تشوفوا هايله. سورتو كي زدت لها هذاك الماء ما ضيعتش ما رميتش هذاك الماء، درت هذاك الماء تاع اللوبيا يعني ما راحت لها ما راحولهاش كاع لي فيتامين تاع اللوبيا، زدتهم مع هذيك لاصوص فوالا واللوبيا طابت ما شاء الله. نحيت له قلت لكم هذاك الرغوه الفوقانيه نحوها او ديبو كاع، والكمون زيدوا لها الافا، ونسيت ما قلت لكمش سمحوا لي زدت لها شويه تاع البابريكا فلفل عكري، درت شويه تاع الفلفل العكري، الكمون ديروه الافا كي قريب الطيب. فوالا ان شاء الله يا ربي تعجب لكم الوصفه وديروها. ما بقى لي غنقول لكم الا كان عجبتكم ديروا لي جيم، واللي اول مره دخل القناه تاعي نتمنى ما تنسونيش بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد الوصفات. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.